اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقه جديده من برنامجكم في بيتنا مدرسه على قناه مصر للتعليم الفني. ان شاء الله النهارده هنستكمل ما بداناه الحلقه الماضيه في صناعه الحلاوه الطحنيه. تذكره سريعه، احنا اتكلمنا عن صناعه الحلاوه الطحنيه، قلنا نبذه مختصره عن منشاها، وكان اصلها تركيا بلغاريا، ثم انتقلت الى الشمال العربي على راسها مصر. كانت بدات في المعدات والمواد الخام بشكل بدائي أولي، ثم تطورت إلى معدات وآلات متطورة، ثم دخلت القوى المحركة. دي كانت نبذة مختصرة عنها. تكلمنا عن فوائد الحلاوة الطحينية، وقلنا فوائدها من الناحية الغذائية، وقلنا بتحتوي على طحينة وأيضا بتحتوي على سكريات، وبالتالي يحتوي جزء كبير منها على السعرات الحرارية، وأيضا جزء من الكربوهيدرات، وأيضا جزء من البروتين، ويهمنا فيتامين إي المسؤول عن التناسل والإخصاء في الذكور والإناث. ايضا اتكلمنا على المواد الخام التي تدخل في صناعه الحلاوه الطحنيه. اتكلمنا باستفاضه على اول خامه رئيسيه مهمه، وهي عباره عن الطحين. ذكرنا في الحلقه السابقه ازاي نعمل طحينه، او ازاي نستخرج الطحينه من السمسم، وقلنا الخطوات بتاعتها الى ان وصلنا الى صناعه الطحينه او الطحينه. وقلنا الطحينه منها انواع، من الطحينه البيضاء والطحينه الحمراء. وقلنا الفرق ما بين الطحينه البيضاء والطحينه الحمراء هو عمليه الاستخلاص والاستخراج من السمسم. في الطحينة البيضاء يتم عمليات غربلة وتنظيف، ثم عمليات نقع لمدة طويلة ليه؟ عشان اعمل عملية فصل للقشورة، بالتالي استخراج الطحينة. اما الطحينة الحمراء بيتم ليها جميع العمليات السابقة، ولكن فترة النقع بتقل لان ما بعملش عملية تقشير للسمسم، وبالتالي بستخلص الطحينة الحمراء اللي غالبا مستخدم في استخراج الزيت من السمسم. وصلنا في الاخر خالص الى الطحينة. بعد خطوة الطحينة أو بعد المادة الخام اللي هي الطحينة، كان المادة الخام الثانية الرئيسية في عمليات التصنيع وهي السكريات، وكان على رأسها سكر السكروز. وقلنا إن إحنا عندنا أكتر من بديل بنستخدمه في إضافة السكريات. يا إما بضيف بنسبة كامل السكروز 100%، يعني بمعنى أصح لو هضيف كمية حلاوة طحينية أو هعمل حلاوة طحينية، فبضيف كمية من الطحينة وكمية مساوية من السكروز. قد يستبدل جزء من السكروز بوجود الجلوكوز او عسل الجلوكوز بنسبة لا تتجاوز 25%. ده ليه؟ عشان احسن من خصائص عمليات الانضاج للسكريات على النار، خصوصا مع اضافة حامض الستريك اللي هيمنع عمليات التسكير ويعمل احلال مائي بالاحماض للسكروز لجلوكوز وفركتوز. قلنا هل يمكن انتاج طحينة من انواع الدايت؟ او ممكن انتاج طحينة من انواع الدايت عن طريق اضافة المحليات الصناعية، ولكن بشروط. الشروط بتاعتنا ان احنا لازم نكتب على الليبل بتاعنا ان الحلاوه الطحينيه ديت المنتج بتاعها هو دايت، وايضا يكتب من الداخل نوع السكريات المستخدمه سواء كان دولسين او سكرين او اسبرتام على حسب نوع المحلى الصناعي، وتستخدم غالبا لفئات المرضى او الاحتياجات الخاصه زي مرضى السكر. هناخد النهارده خامه من الخامات المهمه نستكمل مع بعض، وهي عرق الحلاوه اللي توقفنا عليها في الحلقه السابقه. عرق الحلاوة، وسجل معنا دايما، انا اقول دايما كل ابناء وبناتنا الطلبة من بداية العام قلنا لازم يكون معنا نوت لكل مادة، سواء مادة حفظ وتصنيع اللحوم، مادة الصناعات، مادة العجائن والمخبوزات. النوت ده احنا سميناه مع بعض ايه؟ بنك الاسئلة. قلنا ان احنا في كل حلقة هنقول الاسئلة اللي بتيجي في الاجزاء اللي بنشرحها، وبالتالي وارد بشكل كبير انها تيجي معنا في الامتحان، فهنجمع على اخر العام كم هائل من الاسئلة لن يخرج الامتحان في النهاية منه، سواء فيها بشق النظري او ايضا التدريبات العمليه لما نيجي ناخدها في اخر العام ونشرح ايه اللي بنتعرض ليه في التدريبات العمليه في الثلاث مواد. وقلت سجل السؤال ده عندي، اللي هو عرق الحلاوه، علل اضافه عرق الحلاوه عند صناعه الحلاوه الطحنيه. وقلنا ان عرق الحلاوه بيعمل ثلاث حاجات في اضافه الحلوى الطحنيه وفي صناعه الحلوى الطحنيه. رقم واحد، هو بيكسبها اللون الابيض الناصح. رقم اثنين، هو بيزيد من حجم الحلاوه الموجوده عن طريق ادخال الهواء. رقم ثلاثة، بيدي القوام الهش للحلاوة الطحنية. ده ثلاث أسباب لإضافة عرق الحلاوة. عرق الحلاوة بيجي منين؟ بيجي من شجرة أو من قلف شجرة السابوناريا. تاني، بيجي من قلف شجرة السابوناريا. تعال نشوف مع بعض كده على الشاشة بتاعتنا نبذة مختصرة عن عرق الحلاوة، ونعرف هو بيجي منين بالظبط، ونبدأ نشرح مع بعض خطوات التصنيع. استخدم عرق الحلاوة في صناعة الحلاوة الطحنية لكسبها لون فاتح مقبول، ده سؤال عال اللي احنا بنقول عليه، وقوام هش غير صلب، والعمل على زيادة الحجم الحلوة نتيجة ادخال جزء كبير جدا من الهواء داخل الحلوة الطحنية. طيب تعالوا نتكلم مع بعض كده عن عرق الحلاوة شوية باستفاضة
ادي قلف الشجره اللي احنا شايفينه او الحبه بتاع الشجره السابونير. بيحتوي غالبا عرق الحلاوه على ماده تعرف باسم السابونين. ماده السابونين على فكره هي ماده من المواد السامه وحرمت او حرمت الدول او حرمت الدول من استخدامها واستثنت منها مصر وبتستخدم بالنسب المصرح بيها. ونعرف واحنا شغالين في الحلقه بتاعت النهارده ايه نسب الاضافه بتاعت عرق الحلاوه اللي تديني حلاوه طحينيه بشكل امن. تعالوا مع بعض هنستعرض ايضا تحضير بقى مستخلص عرق الحلاوه. خد بالك عرق الحلاوه بينتج من قلف شجره السابوناري. بياخد وقت طويل شويه في عمليات الاستخلاص، قد تصل في بعض الاحيان بالرفع على النار لمده 3 او 4 ايام متتاليه. تاني يعني ممكن اسخن على النار لمده 3 او 4 ايام متتاليه. وبالتالي ممكن يقول لي ايه الاجزاء اللي بيتكون حتى منها الايه الجهاز اللي احنا بنعمل منه عمليه الاستخلاص. غالبا عشان اوصل الفكره لكل ابنائنا وبناتنا الطلبه، احنا بنجيب قدره على النار، يبقى عندي الاول نار او موقد، ده جزء مهم اللي بنعمل فيه عمليه الايه او عمليه الاشتعال. ايضا جزء اللي هو القدر اللي بيتحط على النار، القدر اللي بيتحط على النار ده غالبا بنضع فيه جزء من الماء، وهنقول بنضع جزء من الماء قد ايه لكل قد ايه من عرق الحلاوه. داخل القدر ده بنجيب كمان اذان صغير يكون مثقب، من ضمن مواصفاته يكون مثقب، بيسمح بمرور الماء من والى اليه داخل القدر اللي موجود على النار. غالبا الاذان المثقب ده او الجزء المغلي ده او الجزء او القدر الصغير ده المثقب هو اللي هنحط فيه قلف شجره السابوناريا اللي هو عرق الحلاوه. وبالتالي هنرفع الجزء ده على النار وهنبدا نعمل عمليات تسخين بالتتابع لمده 3 الى 4 ايام. عايز اوصل لك بس الفكر، يبقى موقد قدر فيه ماء ثم قدر صغير مثقب بيسمح بمرور الماء من واليه داخل القدر الكبير، بيضاف بداخله عرق الحلاوه اللي بيتعلق على النار لمده 3 الى 4 ايام. تعال نشوف مع بعض كده صوره او شكل القدر اللي موجود عندنا. خد بالك هو اختلف ايضا باختلاف الوقت والتوقيت والزمن واتطور نوعا ما عن الموجود، ولكن انا تعودت دايما اجيب لك الشكل البدائي قوي ونجيب لك جزء من الشكل نوعا ما الحديث. واللي تقطع قشور العرق الحلاوه قطعا صغيره وتوضع في اناء خاص ذو جوانب مثقبه اللي هو القدر الصغير، بدخول الماء بيسمح بقى بدخول الماء منه واليه داخل القدر الكبير اللي انت شايفه على النار. القدر الكبير ده بداخله قدر صغير بيوضع فيه مستخلص او بيوضع فيه عرق الحلاوه وقلف الشجره، بيكون مثقب عشان يسمح بمرور الماء من والى هذا القدر اللي انت شايفه موجود قدامك. تعال نستكمل مع بعض ايضا العمليه دي. خد بالك ان بعلق الاناء على النار، ولو هتلاحظ ان القدر اللي انا وريته كان قدر تعتبر من الشكل البدائي اللي انت شايفه ده من الشكل الحديث، بس اشمعنى انا جايب الجزء ده بالذات؟ الجزء ده عشان افهمك ان ادي الموقد وادي القدر اللي خارج منه زي ما انت شايف ماسوره من الاسفل، عشان اخد منه كل فتره في القاروره اللي قدامي دي جزء من تفريغ المحلول، لان انا هرفع على النار لمده 3 الى 4 ايام. في كل يوم من الايام اللي برفع فيها او من اليوم الاولاني انا بسحب صفحتين من الماء وبضع مكانهم صفحتين من الماء، فلازم يكون عندي جزء اسحب منه الماء من اسفل القدر المعلق على الايه على النار، زي ما انت شايف القاروره والقدر اللي موجود قدامنا اللي موجود فيه الماسوره اللي بتستقبل جزء من المحلول اللي هيخرج على مدار الثلاث الى اربع ايام. هنشوف مع بعض الجزء الاخر هو القدر اللي احنا هنملأ فيه. انا جبته لك بقى مفتوح، وطبعا كنت شايفه بالشكل المغلق، ولكن هجيب لك القدر بالشكل المفتوح بتاعي. غالبا بنحط معدل صفحتين لكل واحد وربع كيلو جرام من عرق الحلوة. تاني ركز معايا، يبقى انا قلت لك عندي قدر كبير، القدر الكبير ده هضع فيه جزء من الماء وبداخله قدر صغير مثقب في عرق الحلوة. طيب انا لسه بقول لك دلوقتي ان كل كيلو وربع من قلف الشجره هحط لهم في القدر الكبير صفحتين من الماء. فلو فرض انا هستخدم معايا 4 او 5 كيلو من العرق ده، يبقى كل كيلو ربع كان هيستخدم صفحتين، فانا هستخدم غالبا 8 صفائح من الماء. فلما هبدا اعمل عمليه تعليق عليهم، ففي اليوم الاولاني في نهايته بسحب من الاسفل صفحتين من المستخلص اللي طلع عندي او المحلول اللي طلع عندي، وهضع مكانهم صفحتين ايضا من الماء، وهكذا اليوم الثاني وهكذا اليوم الثالث وهكذا اليوم الرابع الى ان اجمع محلول
او مستخلص عرق الحلاوه اللي بعد كده بعمل له عمليات الايه، عمليات التعتيق عشان يديني الجوده المناسبه لعرق الحلاوه. تعالوا نرجع مع بعض كده عشان نشوف. طبعا يملا قدر من الماء بمعدل صفحتين لكل واحد وربع كيلو جرام من عرق الحلاوه، مع ملاحظه ان يرتفع الماء الى قمه الاناء المعلق به. يبقى لازم يكون الاناء مغطي القدر اللي بداخل القدر الكبير اللي هو القدر الصغير اللي فيه مستخلص عرق الحلاوه، عشان يسمح زي ما انا قلت بمرور الماء منه واليه، وبالتالي اقدر استخلص اكبر قدر ممكن من الايه، من المحلول. بشغل النار في الفرن وتترك مشتعله تحت الماء وعرق الحلاوه لمده تختلف من 3 إلى 4 أيام. هناخد في كل صباح كل يوم صفيحه او صفحتين، حسب لو سحبت صفيحه يبقى احط صفيحه، لو سحبت صفحتين احط صفحتين. ويفضل ان استخدم صفيحه فقط من المستخلص واضاف غيرها صفيحه من الماء. وانت شايف اهوت قدامك القدر تاني اهوت، ادي الموقد وادي القدر اللي على النار، وفي هنا ماسوره عشان تسحب في النهايه او صنبور زي ما انت شايف خارج من القدر اللي بالاعلى عشان يسحب جزء من المحلول بما يعادل الصفيحه اللي انت هتسحبها، وايضا تضع مكانه صفيحه من الماء بديلا عن الصفيحه اللي تم سحبها من المحلول بتاع مستخلص عرق الحلاوه. طب دي ايه؟ دي اواني من الخزف. بعد ما بجمع بقى الكميه بتاعتي بحطها في اواني من الخزف عشان اسيبها فتره للتخمير والتعتيق. عشان اعمل ايه؟ عشان ازود الجوده بتاعتها. غالبا بيقول لي بيستعمل 1.5 إلى 2 كيلو جرام من المستخلص لكل 200 كيلو جرام سكر. انا بستخدم 1.5 كيلو إلى 2 كيلو لكل 200 كيلو جرام من السكر. طب لو انا هعمل يا مستر بادج كيلو 100 كيلو من السكر، فانا غالبا هضيف حوالي 700 ملي الى 1000 ملي، يعني من 700 جرام الى حوالي 1 كيلو لكل 100 كيلو من السكر من مستخلص عرق الحلاوه. يبقى اذا دي النسب غالبا اللي هي الامنه المصرح بيها. ليه؟ عشان ارجع اذكرك تاني ان ده بيستخرج من شجره السابوناريا، بيبقى فيه ماده اسمها سابون وتكسين، هذه الماده ماده سامه، وبالتالي لازم يبقى فيه نسب مصرح بيها من هيئه التوحيد القياسي المصريه ووزاره الصحه، وبالتالي ما تكونش هذه النسبه في الاضافه ضاره على الايه؟ على المستهلك. يبقى انا غالبا هستخدم حوالي 700 ملي الى 1000 ملي، اللي هي بترجمها بالجرامات الى حوالي 700 جرام الى 1 كيلو جرام لكل بادج فيه 100 كيلو جرام من السكر، اللي هي بتترجم زي ما وريتها كده على الشريحه اللي هي 1.5 إلى 2 كيلو جرام لكل بادج فيه 200 كيلو جرام من السكر. خلي بالك ان البادج بيبقى على حسب الاذان وحسب السلفومات والفاكيوم اللي انت هتصنع بيه في المصنع، فكل ما هيبقى عندك البادج كبير هتحسب الكميه بتاعتك وهتضيف عرق الحلاوه حسب الكميه المنصوص بيها. كل ما يكون البادج عندي صغير يبقى انا هقسم الكميات عشان اوصل في النهايه الى الكميه المصرح بيها من عرق الحلاوه. مكسبات الطعم والرائحه، يبقى احنا كده خلصنا عرق الحلاوه هو الاخر، هو مهم جدا. غالبا بنستخدم مكسبات الطعم والرائحه زي ما انت شايف، نوعين، يا اما بستخدم الفانيليا ودي مهمه قوي جدا، او عطر الجرمانيا او زيت البرجموت، وغالبا بستخدم في الاضافه في عمليه العجن اللي هي حلوى النقل لو انا عايز ازود من القيمه الغذائيه، وايضا بيزيد معاها القيمه السعريه لو انا هضيف المكسرات. يعني حلوى النقل هي عباره عن المكسرات، بتبدا من اول الفول السوداني، عندنا اللوز، عندنا الجوز، عندنا الكاجو، عندنا عين الجمل، عندنا الفستق، كل دي بسميها حلوى النقل او المكسرات اللي احنا جايبين الصوره بتاعتها قدامنا. يبقى انا يا بستخدم الفانيليا يا اما زيت البرجموت او عطر الجرمانيا، وغالبا لو انا عايز اضيف جزء من المكسرات اضيف جزء من المكسرات. الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا ارفع القيمه الغذائيه وادي رائحه جيده للحلاوه الطحينيه. خطوات بقى صناعه الحلوى الطحينيه. انا عايزك تركز في الصوره اللي موجوده قدامك دي، وسجل السؤال ده في الامتحان. يقول لي ايه؟ يقول لي اذكر الاجزاء التي يتكون منها القزان الذي يستخدم في تصنيع الحلوى الطحينيه. تاني، اذكر الاجزاء اللي بيتكون منها الفاكيوم او السلفومات او الاذان اللي بينتج منه الحلوى الطحينيه. انا جايب لك الصوره دي زي ما انت شايفها كده بالشكل التخطيطي عشان توضح لنا الاجزاء اللي موجوده عندنا. اول جزء اللي هو اللي تحت الصغير قوي ده اللي هو موجود عندنا ده، ده عباره عن الموقد. يبقى جزء عندي اسمه ايه؟ اسمه الموقد. الجزء الكبير ده او المحتوى اللي هياخد جواه المخلوط بتاعي اللي بيسمى القزان او بيعرف بالقزان، اللي هو جزء القزان نفسه من القزان الكبير.
ايضا بداخله ريش، الريش دي جزء من القزان نفسه. ايضا في الاعلى هتلاقي فيه قوة محركة عشان تعمل ادارة للريش، عشان تعمل ادارة للريش. تاني يبقى القزان، القزان او اللي بيصنع فيه الحلاوة، خلي بالك بليه بيسمى قزان، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اربع اجزاء. عبارة عن ايه؟ اربع اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو الموقد، الجزء الثاني القزان، مش بليه، القزان اللي هو القدر بالمعنى الاصح، اللي هو بيعلو الموقد. بداخله الجزء الثالث اللي هي الريش اللي هتعمل عمليات التقليب داخل القدر اللي موجود عندي. الجزء الرابع اللي هي القوة المحركة اللي بتبقى فوق، الموتور بالمعنى الاصح، اللي هيحرك الريش بتاعتي عشان اعمل عمليات الايه؟ عمليات التقليب. يبقى لازم الاول تعرف الاجزاء اللي بيكون منها القزان اللي بينتج منه الايه؟ الحلاوة الطحنية. وبعد كده هنبدأ نشرح باستفاضة ازاي بقى نصنع الحلاوة الطحنية. تعالوا مع بعض كده تاني نرجع للصورة بتاعتنا. اول حاجة زي ما انت شايف هفصص لك الاجزاء عشان تشوفها بالراحة. اول حاجة الموقد، الموقد ده جزء بيستخدم غالبا لتوليد درجة الحرارة اللازمة لنضج السكر على النار. يا اما بستخدمه بقى بالطرق القديمة اللي هي بالفحم او الاخشاب، او بالطرق الحديثة اللي هي عبارة عن استخدام الغاز، وهي الاكثر استعمالا والاكثر امانا، وبالتالي هتديني جو خالي من التلوث، وايضا كمان مش هيدخل عندي جزء من تلوثات الاخشاب او دخان الاخشاب الى او يتسرب الى ناتج الحلوى اللي موجود عندي. يبقى ده اول جزء اللي هو عبارة عن الايه؟ عبارة عن الموقد. ده اول جزء من اجزاء القزان. تاني حاجة القدر، وهو بيعلو مباشرة القزان، وانا جايبه لك منفصل عشان تشوفه. طبعا بيختلف شكله على حسب نوع الفاكيوم اللي هيتم فيه عمليات الطبخ. في الجزء المتطور خالص وصلنا الى الفاكيوم اللي هو الستانلس، ولكن قبل الفاكيوم الستانلس زي ما انت شايف في الصورة القدر اللي على النار، ادي الموقد وادي فوق القدر، وغالبا هيكون من النحاس الاحمر مثبت مباشرة فوق. يبقى انت شايف اكتر من شكل الموجود ليه. يبقى اول حاجة الموقد، تاني حاجة القدر اللي هيتم فيه الخلط اللي هيضاف فيه السكر عشان نعمل له عمليات الايه؟ عمليات الانضاج. يبقى ده تاني جزء من اجزاء القزان. تالت جزء اللي هو عبارة عن الريش. انا جايب لك الريش اللي موجودة قدامك هيت، غالبا بتبقى ريشة، والريشة دي اما من اتنين او اربعة، يفضل طبعا الريش تكون اربع ريش عشان اعمل عملية تقليب وخلط جيد جدا. بدأت في الشكل القديم بعدم استخدام القوى المحركة واعمل عمليات تحريك بشكل يدوي، ولكن حاليا بدأ يتم الاستخدام للقوى المحركة اللي هي الموتور اللي بيحرك الريش عشان يعمل ضرب جيد جدا للسكر. بايه؟ لو تاخد بالك بعسل الجلوكوز اللي انا هضيفه، اللي هو نسبته تقريبا بتبقى 25% من السكريات المضافة. خد بالك الحلة اللي انت شايفها ديت ما بقتش القدر، او القدر اللي هو النحاس الاحمر. انا دايما بحاول اوريك الاشكال المتعددة عشان تعرف ازاي تطورت صناعة الحلوى الطحنية. تغير الشكل خالص، بقى قدر من الستانلس، بقت الريش من الستانلس، وكل ما بيحصل تطور في الامكانيات والقوى المستخدمه والقوى المحركه المستخدمه في صناعه الحلوى الطحنيه، ده بيساعد على تطور صناعه الحلوى الطحنيه. الجزء الرابع من القزان او القزان اللي هو الجزء اللي بيبقى فيه القوى المحركه في الاعلى. لو انت هتاخد بالك انا خلاص وصلتك للفاكيوم الحديث، انا خدتك مرحله مرحله من اول الجزء القديم خالص اللي هو الموقد اللي على النار، ثم القدر اللي موجود بالشكل النحاسي، ثم تطور بعد كده بالشكل الستانلس، الى ان وصلتك لاخر صورة هتشوفها دلوقتي وموجودة عندنا على الشاشة، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفاكيوم الحديث اللي هو المجمع بقى بالشكل الستانلس الحديث، اللي غالبا هيكون الوقود المستخدم فيه من الغاز، هيكون تحت ضغط وتحت تفريغ، وايضا مستخدم فيه قوى محركه من الاعلى اللي هي بتحرك الفاكيوم من الداخل، وبتعمل عمليه الايه؟ عمليه التقريب عشان اعمل انضاج السكريات على النار. بعد كده بعمل اضافه مستخلص عرق الحلاوه لما هنشوف فيه عمليه تصنيع، او هنستطرد فيه عمليات التصنيع. يبقى انت كده شفت التطور بتاعي، عشان لما نيجي نقول تطورت او ازاي تطورت صناعه الحلوى الطحنيه من اول الشكل البدائي الى ان اصل الى السلبومات او الفاكيوم في المصانع الحديثه في صناعه الحلوى الطحنيه. تعالوا نشوف بقى مع بعض كده خطوات صناعه الحلاوى الطحنيه. اول حاجه عمليه انضاج السكر على النار، جايب لك الشكل من اعلى
بتاع القدر والرياش من الداخل وتعمل انضاج للسكر على النار. طب المقادير ايه يا مستر بقى؟ خد بالك من المقادير اللي انت شايفها، غالبا هيوضع 100 كيلو جرام من السكر معاهم 18 لتر من الماء. تاني، غالبا هيوضع او النسبة المناسبة 18 كيلو جرام من الماء او لتر من الماء ل 100 كيلو جرام من السكر. طيب يا مستر هو ممكن استبدل جزء من السكر او ال 100 كيلو؟ او ممكن نستبدل جزء من ال 100 كيلو من السكر. ليه؟ لان انا قلت لك ان انا ممكن استخدم بنسبة 25% جلوكوز، يعني وارد ان انا استخدم 75 كيلو جرام من السكر اللي هو السكروز سكر المائدة معاهم 25 كيلو جرام من عسل الجلوكوز مضاف اليهم 18 كيلو جرام او 18 لتر من الماء عشان اكون الخلطة بتاعتي اللي هبدأ اعمل لها عملية انضاج على النار. هنستكمل مع بعض، 40 الى 60 جرام حمض ستريل. تاني، 40 الى 60 جرام من حمض الستريك. خد بالك نسب اضافة حامض الستريك ليست هي نسب ثابتة على حسب نوع المنتج اللي انا هصنع. لو هرجع بيك بالذاكرة لصناعة المربات في الوحدة الاولى، انا كنت بستخدم 3 جرام الى 4 جرام لكل كيلو جرام من السكر في صناعة المربى. هنا انا بستخدم 40 الى 60 جرام لكل 100 كيلو جرام، معناه ان انا قسمت كمان على 10، ما بستخدمش هنا بقى 4% او 6%، لا ده انا بستخدم ما بستخدمش 4 جرام او 6 جرام لكل كيلو جرام. خد بالك من اللي انا بقوله ده، ما بستخدمش 4 جرام او 6 جرام لكل كيلو جرام. تاني، انا بستخدم 40 جرام الى 60 جرام لكل 100 كيلو جرام من السكر. النسبة هنا هتقل خالص، هتقل عن صناعة المربات. الغرض الاساسي من اضافة حامض الستريك هو منع عمليات التسكير وايضا الاحلال المائي بالاحماض للسكر السكروز اللي موجود عندي، ويفضل بقى لو انا ضايف كمان جزء من عسل الجلوكوز بالنسب المصرح بيها، يبقى انا بضمن نعومة ونضج المنتج اللي موجود عندي من الحلاوة الطحينية، وبالتالي هضمن ان يبقى المنتج بتاعي خالي كمان من حاجة اسمها العروق السكرية. ولكن يجب ان انا ابقى عارف النسب المظبوطة من اضافة حامض الستريك. 700 ملي حسب ما انت عايز تضيفه، 700 ملي الى 1000 ملي لكل 100 كيلو جرام من السكر من عرق الحلاوة، او 700 جرام الى 1 كيلو جرام لكل 100 كيلو جرام من السكر من عرق الحلاوة. يبقى انت كده عرفت تقريبا تركيبة مناسبة لصناعة الحلوى الطحنية. رقم 1، 100 كيلو جرام من السكر مضاف اليهم 18 لتر او كيلو جرام من الماء حسب الميزان او حسب ما انت هتعمل بوحدة اللتر، يضاف عليهم 40 جرام الى 60 جرام من حمض الستريك، يضاف عليهم من 700 ملي الى 1000 ملي متر، ولو انت هتعمل بالوزن يبقى 700 جرام الى 1 كيلو جرام من عرق الحلاوة لهذا البادج. طب بعد ما بيطلع البادج ده يا مستر غالبا مضيف طحينة قد ايه؟ الطحينة كمية غالبا مساوية لكمية السكريات المضافة، فلو انا هضيف 100 كيلو جرام من السكريات لازم اضيف لهم 100 كيلو جرام من الطحين، وكل على حسب نوع المنتج اللي هيصنع. هل هو منتج سادة؟ هل هو منتج بالشوكولاتة؟ هل هو منتج بالمكسرات؟ وبالتالي نسب العجن او شكل العجن هيختلف معايا، وبالتالي نسب الاضافات في المكسرات هتختلف معايا على حسب انا بعمل حشو من الداخل او بعمل تغليف من الخارج. يبقى اول حاجة اعداد السكر على النار، هنستكمل مع اعداد السكر على النار. شوف بقى الشكل اتغير ازاي لما بعمل عملية الانضاج. كان الاول محلول سكري عبارة عن سكريات مضاف اليها جزء من الماء، مع زيادة عمليات الانضاج على النار بتشوف البادج اللي قدامي ده بيبقى وصل الى شكل اللي احنا بنقول عليه قطعة من الكراميلا، بيتماسك بشكل كبير جزء بادج الكراميلا اللي انت شايفه قدامك ده عشان يديني الشكل المتماسك من السكريات. غالبا بيتم ذوبان جميع السكريات، بيستمر في التسخين دون تقليب مدة من الزمن الى ان يصبح قوام السكر كثيف بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب بنستكمل مع بعض في اعداد ايضا السكر على النار، ثم تدار الرياش ببطء وتزداد
سرعتها لمدة ربع ساعة، بعدها توقف النار ويضاف عرق الحلاوة الى المحلول السكري. تاني عشان ما تتوهش مني في الجزء اللي فات، انا خلاص عندي القدر بتاعي، القدر ده ضفت الكميات المناسبة من السكر ومن الماء ومن حامض الستريك. انا قلت لك الخلطة على بعضها، انا بقول لك بقى بضيف ايه في البدايات. يبقى رقم واحد في الاضافة السكر لو معاه عسل جلوكوز بالنسب المصرح بيه، ثم الماء، ثم عمليات الغلي تاني، ثم عمليات الايه الرفع والتسخين على النار. في منتصف عمليات الرفع والتسخين على النار بضيف كمية حامض الستريك عشان اعمل احلال مائي بالاحماض. بعد فترة الى ان يصبح القوام بتاعي من السكريات كثيف بتركها ربع ساعة بدون تقليب، ثم هضيف عرق الحلاوة او مستخلص عرق الحلاوة. بعد ما بضيف مستخلص عرق الحلاوة هبدأ تاني اعمل عمليات تكملة وانضاج، ثم عمليات تقليب لمستخلص عرق الحلاوة. تعالوا نستكمل مع بعض كل ده في خطوة اعداد السكر على النار. يستمر ادارة الريش مدة نصف ساعة اخرى لمزج الخلاصة بالمحلول السكري، ده خلاصة عرق الحلاوة. وفي الربع ساعة الاخيرة يتم فتح باب القزان نصف فتحة للتهوية، ينقل بعدها المخلوط لاجراء عمليات العجن والخلط. عمليات العجن والخلط اللي هينضاف بالتبعية بعدها الايه الطحينة، عشان ابدأ اكون بدايات الحلاوة الطحينية. تعالوا نشوف كده مع بعض الجزء ده، العجن والخلط. غالبا العجن والخلط بقى بروح في اوعية اخرى، الاوعية دي بتبقى مثبتة على براميل خشبية في الارض عشان اقدر اسهل حركتها في يد العامل اثناء عملية الخلط. خد بالك القدر الصغير او القدر الكبير بتاع القزان ده اسمه بدج. البدج ده لو كان 100 كيلو جرام من السكر زي ما احنا كنا ضايفينه، فانت غالبا مش هتنزله في اواني تساوي 100، الا اذا كان المصنع بتاعك مصنع حديث متطور، فهيبقى فيه عندي اذانات اخرى عليها ريشة مقلبة مش هستخدم فيها الشغل اليدوي، فانا ممكن انزل بدج الكامل عندي في البدج الكامل اللي موجود عندي. ولكن لو انا جزء عندي بدائي او جزء عندي من الصناعة بدائي، فغالبا لو هشتغل بالشكل اليدوي، خصوصا لو احنا كمان عايزين نصنعها فيما عملنا لابنانا الطلبة، لما بعمل انضاج للبدج بتاعي على النار من السكر وبعد كده بضيف له مستخلص عرق الحلاوة وابدأ اعمل عمليات تقليب، لما باجي انقله بنقله غالبا في اواني، غالبا الساعة بتاعتها بتبقى صغيرة بتصل الى 25 كيلو جرام الانية اللي موجودة عندي، يا اما من النحاس الاحمر يا اما من الاستانلس الغير قابل للصدأ. طب هي بتبقى بالشكل كده؟ لا، بتبقى مثبتة على براميل خشبية عشان يقدر يحركها. في بعض المصانع تستبدل البراميل الخشبية ديت بحامل من الحديد، والجزء الاعلى بيبقى دائري بيوضع فيه الايه الاناء بتاعي او القدر الصغير بتاعي اللي هو 25 كيلو جرام. ليه؟ عشان وغالبا بيبقى على رمان بلي عشان يقدر يحركه معاه، عشان يقدر يعمل عملية التقليب معاه. خد بالك ان بيبقى نازل من على النار درجة حرارته مرتفعة جدا، درجة الحرارة مرتفعة جدا، بيستخدم قفاز مضاد لدرجة الحرارة عشان يقدر يقلب بشكل سريع في درجة الحرارة المرتفعة عشان يبقى فيه سيفتي او سيف امان ليد العامل. تعالوا نشوف مع بعض ده ممكن يحصل ازاي. زي ما احنا شايفين ادي الانية هيت، وادي الفرد اللي موجود عندي. غالبا انا قلت لك بستخدم اواني الصغيرة دي من الستانلس او النحاس على حسب نوع المعمل او المصنع اللي بيصنع، بتبقى حوالي 25 كيلو جرام نزل المحلول السكري او المطبوق اللي هو معاه الايه معاه عرق مضاف له عرق الحلاوة، يبدأ يضيف له ايه، بيبدأ بعد عملية تقليب بيضيف له الطحينة. زي ما انت شايف قدامك لابس القفاز ده مضاد ليه درجات الحرارة عشان لما هيضيف الطحينة هيبدأ يعمل عمليات العجن والخلط الى ان يصل الى القوام المناسب ليه الايه ليه الحلاوة الطحينية. طيب انا عايز اوريك بقى ده بشكل عملي فيديو، تعالى شوف كده معايا بالراحة. ادي الطحينة في قلب الاناء ده اللي تحت، خلي بالك، تعالى اقف كده بالراحة عشان افهمك. الجزء اللي تحت ده اللي هو الاناء ال 25 كيلو اصلا بداخله 25 او جزء من الطحينة،
جزء من الايه؟ من الطحينة. فلو الاناء كله هيساح 25 كيلو فهو هينزل 12 كيلو ونص من الطحينة. والجزء الابيض اللي بينزل ده ايه يا مستر؟ ده جزء من السكر المنضج على النار المضاف له عرق الحلاوة اللي بيديني اللون الابيض بعد عمليات التقريب اللي انت شايفه ده. يبقى هيضيف البدج من السكريات على الطحينة زي ما انت شايف، وهنكمل مع بعض واحنا بنشرح. يبقى تاني يا مستر عشان ما كنش تهت مني كل ابنائنا وبناتنا ومشاهدينا، هو عمل انضاج للنار للسكر اللي موجود عنده مع اضافة حامض الستريك مع اضافة مستخلص عرق الحلاوة، فاداله البدج او الجزء اللي بينزله ده اللي هو الابيض اللي هو البدج المنضج اللي هو السكر مع عرق الحلاوة، بينزله في قدر اخر غالبا بيزن 25 كيلو جرام، بيضيف نصف القدر ده من الطحينة، وبينزل عليه الجزء اللي انت شايفه من البدج المنضج على النار من السكريات وعرق الحلاوة الى ان يتم نزوله كامل. هيبدأ بقى يعمل عمليات الخلط والعجن ما بين الاتنين، ما بين الطحينة والسكريات وعرق الحلاوة المنضغين على النار. خد بالك لازم يكون لابس قفاز من الجوانت المضاد زي ما انت شايف او لبسه في ايده مضاد للحرارة، لان درجة الحرارة مرتفعة جدا للسكريات المنضغة على النار. بيفضل يستمر في عمليات التقليب ديت مدة قد ايه يا مستر؟ تختلف المدد على حسب الكمية المضافة من الطحينة وكمية السكريات المنضغة على النار، ولكن في النهاية هي عملية فنية يدوية بيعرفها بانتهاء تماسك قوام البدج اللي موجود عندي، ويصل في النهاية الى البدج المقارب او القوام المناسب للحلاوة او الطحينية زي ما انت شايف. بيفضل في عمليات خلط وتقليب بشكل متماثل زي ما احنا شايفين مع بعض. هسرع لك شوية عشان تشوف القوام بيبدأ، اهو خلاص القوام بيبدأ يتماسك معاه، القوام بيبدأ يبقى كثيف. عمليات العجن والخلطة دي بتعمل مزج كويس قوي ما بين السكريات وعرق الحلاوة والطحينة، ايضا بتدخل معاها جزء من الهواء عشان تديني قوام هش، وايضا تديني كمان زيادة في حجم الحلاوة المنتجة في نهاية عملية التصنيع زي ما احنا شايفين. هكمل معاك واسرع لك الفيديو شويه. زي ما احنا شايفين خلاص بدا يمسك القوام معاه، ودرجه الحراره كل ما بتنخفض القوام بيستقر معاه الى القوام المناسب للحلاوه الطحينيه. يفضل يستمر لحد ما يبدا ياخد قطعه كده، بياخد قطعه من الحلاوه الطحينيه او الجزء البدج اللي بيعمل له عمليه العجن والخلط. تعتبر على فكره اهم عمليه في عمليه التصنيع هي عمليه الخلط والعجن اللي انت شايفه، اللي هي بتوصلني في النهاية الى الحلاوة الطحينية الجيد. لازم يوصل في النهاية الى الشكل والقوام المناسب. بيستمر في عمليات التقليب زي ما انت شايف. خلاص بدأ درجة الحرارة بتقل، القوام دخل الى قوام الحلاوة الطحينية اللي هو عايزه. هنا بقى لو عايز يحشي او يضيف مكسرات بيضيفها وهي على الساخن دلوقتي. لو عايز يضيف ويحشي من الداخل مكسرات هيضيفه ويعصر. شوف بياخد قطعة ازاي، بياخد شريحة من الجزء اللي اتعمل له عملية خلط عشان يشوف هو وصل للقوام المناسب ولا لا الحلاوة الطحينية. ما وصلش بيستمر في عمليات التقليب. خلاص وصل الى القوام، خلاص بيوقف على الدرجة دي ويبدأ يعمل ايه؟ لو هو هيضيف مكسرات بيضيفها في المرحلة دي على وش البادج اللي موجود عنده، ويبدأ يعمل له عمليات خلط مرة اخرى عشان يبقى الحشو من الداخل. طيب يا مستر هو بيستنى لما تبرد؟ لا ما يستناش لما تبرد. تاني هو هيستنى هنا لما تبرد؟ لا مش هيستنى لما تبرد. هو غالبا هيعمل ايه؟ هو هنا غالبا هيعمل عمليات تعبئه بقى في الايه؟ في العبوات اللي هي الاصليه اللي هيستخدم فيها بعد كده. طبعا دي الخطوات، وانا بكمل لك تاني الخلط او خطوه الخلط والعجن زي ما احنا شايفين تاني عشان يبقى انت فاهم ومستوعب اللي حصل في المرحله اللي فاتت. خطوات صناعه الحلاوه الطحينيه ليست خطوات صعبه. اول حاجه يبقى انت عارف التركيبه بتاعتك. التركيبه بتاعتي عباره عن ايه يا مستر؟ 100 كيلو جرام من السكر معاهم 18 كيلو جرام او 18 لتر من الماء حسب لو انت تستخدم الحجم او الوزن. طب ممكن استبدل جزء من السكريات؟ استبدل جزء من السكريات بعسل الجلوكوز بنسبه لا تتجاوز 25%. يعني ممكن استخدم 75 كيلو جرام من سكروز و25 كيلو جرام من عسل الجلوكوز. ابدا ارفع على النار وابدا اعمل عمليات تسخين قد تصل الى ربع ساعه او نص ساعه، بعمل عمليات تقليب.
ابدا اضيف نسبه تحامض استتريك 40 الى 60 جرام لهذا البادج عشان اعمل عمليات احلال مائي بالاحماضه، وبالتالي امنع عمليات التسكير فيما بعد في عمليات التصنيع، خصوصا في مرحله العجن والتقليب والخلط اللي انت شفتها في الفيديو. قرب نهايه عمليات الانضاج بيبدا يضيف عرق او مستخلص عرق الحلاوه. كميته قد ايه يا مستر؟ لو انا هستخدم بالاوزان هستخدم 700 جرام الى 1 كيلو جرام للبادج اللي موجود اللي هو ال 100 كيلو جرام من السكري. هستخدم بوحده الحجومه هستخدم 700 ملي الى 1000 ملي لتر لكل 100 كيلو جرام من السكريات المستخدمه. بيتم التقليب لمده ربع ساعه نص ساعه اخرى على النار. البادج ده بيستوي معاه لونه شكله ابيض زي ما انت شفت. يبدا يجهز اذانات او قدر اخر صغير غالبا بتبقى في حدود ال 25 كيلو جرام، بيبقى نصف تقريبا من الطحينه، ويبدا يضيف نصف من البادج اللي نزل او الكميه المساويه لها من السكريات المنضجه على النار. بيبدا يعمل عمليه الخلط والعجن والتقليب دي عشان يخفض درجات الحراره، وايضا يعمل عمليه الوصول الى قوام الحلاوه الطحينيه. طول ما بيوصل للقوام المناسب للحلاوه الطحينيه، خد بالك ان الجزء ده نازل من على النار درجه حرارته ما بتنخفضش الى ايه؟ الى اقصى الدرجات. لو هو عايز يعمل حشو فبيضيف الحشو من الخارج زي ما انت شفت، وهيبدا يعمل عمليه عجن وتقليب. ولو عايز يضيف من الخارج هيضيف من الخارج اثناء التعبئه في العبوات البلاستيكيه اللي هيعبئ فيها. لازم يعبي وهو بالشكل اللي فيه درجه الحراره، سواء اللي هو الدافي او الاعلى من الدافي، ده في قلب العبوات. طب هل ان انا لما اضيف كده ينفع ان انا اغطي على طول؟ لا، ما بيغطيش على طول. يبقى تاخد بالك من النقطه دي، ان لو غطى على طول هيحصل تكاثف لجزء من البخار ويحصل تعريق للحلاوه الطحينيه المعبئه داخل العبوات اللي موجوده عندي. يبقى الاول لازم يعبي في درجات حراره مرتفعه مش منخفضه. ليه؟ عشان ياخد شكل الاناء، شكل الاناء في الحلاوه الطحينيه، لان لو استنى على البادج ده بيرد عشان يبدا ينقله ويبقى ياخد شكل الاناء هيبقى من الصعب جدا، وغالبا هيسيب جزء من الثقوب او التنميل في الاجناب او المنتصف او الاعلى للعبوه اللي موجوده عندي. بعد كده ما بيقفلش العبوه بتاعتي، بيسيبها لما تبرد خالص، ويبدا يعمل عمليات الغلق عشان ما يحصلش عمليات ايه؟ عمليات تعري. تعالوا نستكمل مع بعض كده. بيقول لي من ضمن الحاجات المهمه الا يستعمل في الصناعه الا الاواني النظيفه الخاليه من الشواذ والاقذار. يبقى لازم يتاكد تماما ان القدر اللي هيستخدمه اللي هيعمل فيه عمليات الخلط يكون قدر نظيف خالي من اي ايه؟ من اي شوائب عالقه او اي اقذار او 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 اتربه جات على هذا الاستانس. تاني حاجه من الحاجات المهمه قوي ان لازم العمليه دي تتم في غرف زي ما انت شايف اللي انا وريتها لك، حتى في صناعه الطحينه من السمسم لازم تكون الغرف نظيفه خاليه من الاتربه، ايضا عليها شبابيك من السلك عشان تمنع الحشرات والقوارض والذباب. وبيتم امرار دائما تيار من الماء لغسيل الارضيات، وبالتالي ايضا كمان العماله زي ما انت شايف بتبقى عماله ايضا ماهره. العماله دي بتبقى لابسه الجوانتيات بتاعتها، لابس القفاز بتاعه، ولابس المرياله الخاصه بعمليه الايه؟ بعمليه التصنيع. لسه مكملين مع خطوه العجن والخلط الى ان يقوم بهذه العمليه العمال طبعا الاصحاء الخاليين من الامراض زي ما احنا شايفين. يبقى بيهمه قوي الاواني تبقى نظيفه، المكان نظيف، العمال خاليين من الامراض، بيبقى معاهم شهادات صحيه، بيتم الكشف الدوري عليهم او الطبي عليهم حسب فتره ومده شهاده الصحه الموجوده عندهم. التعبئه زي ما انت شايف حسب انواع العبوات، غالبا الفتره الاخيره بيتم التعبئه في عبوات البلاستيك، قد يعبأ في عبوات من الصفيح او المعدن، ولكن غالبا الفتره الاخيره زي ما انت شايف. خلي بالك اللي انت شايفه ده بقى من الخارج ده المكسرات. المكسرات دي بتنتج من ايه؟ نتيجه ان هو بيضيفها في نهايه عمليات الخلط والعجن من الاذان من على الخارج، وبيتم عمليات ايه؟ عمليات عجن وخلط دي عشان تبان في الحشو من الداخل. طب عشان يبان بقى من الجناب اللي انت شايفها ديت، يبقى لازم بيفرش الارضيه لما بيجي يضع قطع من الحلاوه الطحينيه عشان تبان من الاسفل، وايضا هتبقى باينه من الاجناب زي ما احنا شايفين، وغالبا قد تغلف بورق من القصدير او السلوفان على السطح عشان احميها كويس قوي من الهواء وما يحصلش عمليات التعريق للمنتج اللي موجود عندي، ويبقى منتج جيد شكله نظيف. قد يحدث غش في الحلاوه الطحينيه. اه يا مستر، قد يحدث غش في الحلاوه الطحينيه. دائما الحلاوه الطحينيه لها مواصفات نموذجيه انا اعرفها،
قد يحدث غش، قد يحدث غش، ولازم تعرف الغش ده ايه انواعه وازاي بيتم، عشان لو انت فني لازم تبقى فاهم ازاي تكشف كمان عن الغش اللي موجود ده. يبقى لازم تعرف ايه انواع الغش والطرق كمان اللي بيستخدموها في غش الحلاوه. طب هو الناس غالبا ليه يا مستر بتعمل عمليات الغش دي؟ غالبا بيعمل عمليه الغش عشان يخفض من تكلفه الانتاج اللي موجوده عنده ويرفع من القيمه السعريه، وبالتالي ده هيكون الناتج بتاعه ايه؟ ناتجه منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه. خد بالك لكل منتج غذائي مواصفه في هيئه التوحيد القياسي سواء المصريه او العالميه، وبالتالي لما بيجي يدخل المعامل المركزيه بيتم تحليله على حسب المواصفه اللي موجوده عندي، سواء في نسب السكريات، نسب الطحينه اللي موجوده، نسب عرق الحلاوه اللي موجوده، والمفروض انا قلت لك الخلطه فما يبقاش مضاف بداخلها اي اضافات اخرى خلاف المكسرات لو انا هضيف مكسرات للحلاوه الطحينيه او الشوكولاته في حاله تصنيع حلاوه طحينيه بالشوكولاته. اول اضافه من الاضافات اللي هي سيليكات المغنيسيوم اللي هي المعنى الدارج بتاع كل ابنائنا وبناتنا او مشاهدينا اللي هي بودره التلج. تاني سيليكات المغنيسيوم اللي هي بودره الايه؟ بودره التلج. يعتبر هذا النوع نادر الوقوع، يمكن كشف عنه بتقدير نسبه الرماد. تاني يبقى انت عرفت ايه الماده وازاي اعرف ايه كشف الغش بتاعه؟ عن طريق تقدير نسبه الرماد. فنسبه الرماد اذا زادت عن 2% في الحلاوه الطحينيه دل على انه تم اضافه مادة سيليكات المغنيسيوم أو أي مادة أخرى رفعت من نسبة الرماد، لأن نسبة الرماد الطبيعية في الحلاوة الطحينية 1.45%. في واحد من أبنائنا الطلبة أو مشاهدينا الكرام بيسأل يعني إيه نسبة الرماد يا مستر؟ نسبة الرماد بتعبر عن مقدار الأملاح المعدنية المتواجدة في المادة الغذائية الناتجة عندي، اللي هي زي الكالسيوم، زي المغنيسيوم، زي الصوديوم، زي الفوسفات، زي الزنك، زي الحديد، كل دي املاح معدنيه. طب بعرف ازاي نسبه الرماد يا مستر؟ انا بجيب عينه من الحلاوه الطحينيه وبوزنها وبحطها في بوتقه وبوزنها وبدخلها في فرن حرق وبحرق العينه حرق كامل. تاني بجيب عينه من الحلاوه الطحينيه بعمل لها عمليه وزن، ثم بوتقه اللي احط فيها العينه وبعمل لها عمليه وزن، بعد كده بدخلهم في فرن الحرق الكامل. بعد تمام الحرق بيتبقى جزء مسحوق بشكل بودر اسمه الرماد. بعد كده باخد اللي تبقى ده وبعمل له عمليه وزن وارجع اقسمه على الوزن بتاع الحلاوه الطحينيه المضافه اللي انا كنت وزنها في الاول، فبيطلع لي نسبه الرماد قد ايه؟ لان غالبا لما بدخل في فرن الحرق بيتم حرق كامل الماده الغذائيه ولا يتبقى منها الا الاملاح المعدنيه، محتواها من الاملاح المعدنيه. فالمحتوى الطبيعي لما اجي احلل في معامل مركزيه لحلاوه طحينيه هو 1.45%. فلما اجي ادخل عينه من الحلاوه الطحينيه والاقي ان نسبه الرماد دي ارتفعت الى اعلى من 2%، على طول ابقى عارف ان اضيف مادة اخرى بها املاح معدنية رفعت نسبة الرماد. يبقى اول جزء اللي هو سيليكات المغنيسيوم الكشف عنه ازاي؟ بتقدير نسبة الرماد في الحلاوة الطحينية. طب ممكن اضيف حاجة تانية في عمليات الغش؟ ممكن نضيف حاجات تانية في عمليات الغش. زي ايه؟ زي دقيق الارز او دقيق الذرة. طب هو ليه يا مستر هيغش بدقيق رز او بدقيق الذره؟ ليه؟ لان الدقيق غالبا لو دخل على السكريات اللي موجوده عندي والطحينه المضافه فهو هيحتاج الى كميه من الماء، فهيبدا يضيف له كميات من الماء او كميه من الزيت، يا اما في بدايه العمليه وبالتالي عايز كميات ماء ازيد، وغالبا هو مش هيضيفه في البدايات، ده هو هيضيفه، خد بالك من النقطة دي، هيضيفه بعد عمليات الانضاج للسكريات على النار وإضافة عرق الحلاوة. لما يجي ينزل بقى ويضيف الطحينة اللي موجودة عندي غالبا هيضيف الدقيق الذرة أو الأرز، عشان في الفترة دي هو هيضيف زيوت عشان يسهل عمليات الإيه؟ الخلط والعجن. يبقى هو بيضيف مواد رخيصة في السمن بديلة للطحينة المرتفعة في السمن عشان يوصل لتقليل التكاليف
وزياده في السعر، وده تعتبر غش تجاري للمواصفه نفسها بتاع الحلاوه الطحنيه. تعالوا نشوف مع بعض كده يتم استخدامهم لتقليل نفقات الانتاج ومن طبيعتهم ايه، امتصاص زيت السمسم، وبالتالي تصبح عمليه العجن واللف شاقه جدا، وبالتالي هيضطر يعمل ايه؟ هيضطر يضيف جزء من الزيت بديل من الطحينه اللي موجوده عندي. يبقى اذا هو بيستخدمهم ليه؟ عشان يقلل النفقات بتاعتي. وقد يقول لي يعمل ايه بقى؟ يتم غشه عن طريق رش الدقيق على الطحينه والسكر المحول مع كميه من الزيت اثناء عمليه العجن والخلط. يا اما هيضيفهم بالطريقه الاولانيه، يا اما هيبدا يرشهم على الطحينه، وبالتالي ايضا لما هيجي يحتاج عمليات خلط وعجن هيحتاج كميه من الزيوت، وبالتالي يعتبر بيضيف جزء من الزيوت النباتيه للحلاوه الطحينيه. هتسبب على فكره عيوب بعد كده وهوريها لك في المنتج، هتسبب في النهايه عيوب في المنتج اللي موجود عندي، وبالتالي بيزود من القيمه السعريه وبيقلل طبعا منهم. او اللي يعمل مستحلب منهم، اللي هو المستحلب اللي انا كنت بكلمك عليه، غالبا برضه هيعملوا مستحلب من الزيت وهيضيفوا اثناء عمليات الانضاج للسكر، وبالتالي قد يضيفوا ايضا اثناء عمليات اللف سواء في المرحله الاولى او الثانيه. في النتيجه في النهايه هو بيزود كميات غير مصرح بيها في عمليات الاستخدام والتصنيع. طب الجلوكوز والسكرين ايه يا مستر؟ ده هو انت مش قايل لي ان انا ممكن اضيف جلوكوز وسكرين؟ يبقى ازاي بيغش بيهم؟ تاني، ازاي يستخدم الجلوكوز والسكرين في الغش؟ خد بالك انا بقول ان في نسب من اضافه الجلوكوز، تاني نسب من اضافه الجلوكوز، النسب الامثل لا تتجاوز 25% من الجلوكوز. لا هو ممكن بقى يزود عن نسبه ال 25% من الجلوكوز. ليه؟ لان عسل الجلوكوز غالبا هتبقى القيمه السعريه بتاعته اقل من السكر اللي موجود. طب هو ممكن هيضيف محليات صناعيه؟ اه ممكن هيضيف محليات الصناعيه. طب امتى ما يبقاش المحلى الصناعي غش؟ ما يبقاش غش لو هو قايل ان المواصفه بتاعتي دي خاصه بمرضى السكر. فلما يجي يعمل العبوه بتاعتي هيكتب عليها المواصفه بتاعتها والتركيبه ونسبه، ها نسبه السكريات والمحليات الصناعيه المضافه للحلوى اللي موجوده عندي. وبالتالي هتبقى غير المنتج بتاعي، غير مغشوش او مطابق للمواصفات القياسيه المصري. طب في غش بانواع ثانيه يا مستر؟ اه في غش بانواع ثانيه، اضافه البطاطا. البطاطا شانها شان دي الذره ايضا، ودي الارز، هي ايضا ماده نشويه، وبالتالي هيستخدمها ويمزجها بالسكر، وبالتالي هيتزود من الحجم اللي موجود عندي، قد يضيف له جزء من الزيت، ايضا بيزود من الحجم والكميه والوزن اللي موجود عندي، يعتبر نوع من انواع الغش. اضافه الفول السوداني، ايه اضافه الفول السوداني ايضا يا مستر؟ اه بدل ما يعمل طحينه كامله من طحينه السمسم هيستخدم طحينه من الفول السوداني، لان ثمن الفول السوداني اقل من سعر السمسم، وبالتالي هو بيعتبر نوع من انواع ايضا الغش، لان الحلاوه الطحنيه منتجها كامل من الطحينه المنتجه من السمسم وليست المنتجه من الفول السوداني. يبقى انت فاهم ليه الاضافه، او ليه هو بيضيف ده، او ليه بيغش بالمنتج ده. بيغش بالفول السوداني ليه؟ لان الفول السوداني هيديله طحينه مقابله للطحينه اللي موجوده في السمسم لان سعرها اقل، ده يعتبر النوع من انواع الغش ايضا التجاري. عدم اتمام نضج الحلوى، يعني ايه يا مستر؟ يعني المفروض لما اعمل انضاج للسكريات على النار برفع اكبر قدر ممكن من الماء اللي موجود عندي، فبالتالي بيقل الوزن. هو هيعمل ايه هنا؟ هو هنا هيضطر ان هو ما يعملش انضاج كامل على النار، وبالتالي يحتفظ بجزء من الماء اللي هو ال 18 كيلو جرام اللي ضافهم اصلا على السكريات اللي موجوده عندي عشان يزود الوزن، بس خد بالك ده هيسبب طحينه او حلاوه طحينيه غير مطابقه للمواصفات، فيها نسبه ماء مرتفعه هتبقى قابله للفساد والتلف سريعا، وبالتالي هيبقى فيها جزء كبير جدا من الرطوبه. ايضا قد الصفات بقى النموذجيه للحلاوه الطحينيه، ان تكون ذات مذاق ناعم لا يتبقى منها شيء عند استحلاب جزء منها من الفم، ان يكون لونها ابيض ناصع. اعتقد ان دايما الوقت بتاعنا بيدهمنا، اتمنى يكون كل ابنائنا وبناتنا الطلبه ومشاهدينا استمتعوا معانا بتكمله صناعه الحلوى الطحينيه، والى اللقاء.